صباح الخير، كيف كان صبايا؟ ما اشتقت لي، انا اشتقت لكم. ايه والله، هلا اليوم بما انه نهار شمس وجو اطفى من امبارحه، قلت يلا خليني هيك اعمل لحالي همه ونشاط. طبعا انا هذا اليوم، اليوم اثنين، انا كل يوم اثنين انا بعمل حوسه نظيفه لغرفتي البركه، يعني مثل ما انكم شايفين يعني شيء قايم وشيء قاعد. ايه والله، المهم شوفوا يعني الجو كتير كتير شمس. هلا امبارحة كان في شمس بس كان كتير برد، برد كتير كتير. الله وكيلكم. ايه والله لهيك ما احسنت يعني افتح الشبابيك وهيك شغلات. المهم هلا شايفين هلا الجو هيك، انا مسحت الشبابيك طبعا الصبح قبل ما ابلش بالفيديو. هلا راح افتح الشباك ونبلش بترتيب الغرفة، اكيد راح تضلوا معي بالفيديو. كتير كتير في هواء، شوفوا على البرد ايش عم تقولوا. اي والله، بس ما هيك قلت يلا نوبي نيمت ابني، يعني بده بقى صار له اسبوع البيت، يعني انا كل اسبوع او كل اثنين بعمل له هيك حواس نظيفه، لاني مثل ما شفنا بالفيديو اللي قبله انا جوزي نهار ثلاثة بعطل. هاي اجت بنتي من المدرسه كمان. المهم هلا اول ديواني عندي رح انظر ظبطه، ارجع من جديد حتى ما اشوف على الكاميرا. هاي خلصت اول ديوانه، هلا راح نبلش بالقلاطق الصغار. ما يكون شايفين، راح اظبطهم وارجع من جديد. وهلا هي خلصت انا القلطقين الصغار، ما يكون شايفين. هلا في عندي القلطق الوسطاني، وهذا القلطق الوسطاني هلا ابني هذا الصغير عم بيعاوني، يعني هو فاهم ما بصير ايده وايدي بالشغل، يعني عم بحاول يحط ركيات على الديواني. يلا رح اظبطه ان شاء الله وارجع من جديد. وهلا خلصت هيك تطبيق القلاطق ما تكون شايفين. هلا بي عندي لم الارض ولم السداجه، راح ألم السداجة طبعا باللمامة وبرجع من جديد، لأني طبعا دا طالعة من تحت القلاطق. هذا ابني لسه عم ظبط بهالمخدات، ما عجبه التظبيطي أنا. هلا منيح، هلا طالعنا السداجة من تحت الديوانة القلاطق وأنا لميتها، يعني بس منيح إجت بنتي يعني بالوقت المناسب، يعني بده جواري حدا يلمها. يلا والله لاني تقال شوي. هلا رح نلم السداجة ونرجع من جديد. هلا طبعا بعد ما هون لميت السداجة هلا اجى دور الارض. يلا والله هلا طبعا سحبت القلاطق الصغار، هلا راح احاول اسحب الكبير حتى بلش فرق تحته. يا ويلي والله شي بيكسر الظهر. وهون انا حطيت بسطل صغير مي ودو غسيل والودانين، طبعا منعدا كلور لاني بدي ليف باب الغرفة حتى ايدي ما يفسخوا من الكلور. غسلت الباب خلصت منه زي ما هيكم شايفين. هلا دور الارض، يعني شوفوا والله، يعني لا تفكروا انه انا وقفت الكاميرا وشلت الوسخ من تحت الديواني، لا والله يحرم علي ما شلت ولا وسخاي، بس انا مو كل اسبوع بعمل هالعملية هاي، يعني ما بلحق يتجمع تحتهم وسخ الا بتجي دور التنظيف التانية. اي والله هيك. هلا حاليا انا كتبت شوية مي بالارض ورح كت دواء خفيف. طبعا انا هيك بالايام لما بعمل هالطريقة هي هيك سنة اسبوعية ما بحط كلور، لاني بدي ارجع اسكر الشبابيك راسا لاني برد، بتحسي ريحة الغرفة ما بقى احسن نظرة فيها، بس لما بمسح الاراضي مسح بحط كلور. اي والله المهم، يعني
يعني، لانه المسح الكلور بنظف اكثر. هلا طول ما في دواء غسيل وفي مي رح تنظف اكثر من المسح. هلا رح افرك الارض واشطفها ونرجع من جديد. هلا طبعا بعد ما هيك سلتت تحت القلاطه ورجعتهم محلهم رح كمل الارض. هلا طبعا ما صورت انا انه تحت القلاطق التانيين لاني ابني كان كتير عبحيص، كتير كتير خوتي يوقع لي تليفوني بالمي. اي والله. المهم هلا رح نكمل الارض، الايف الارض وارجع من جديد بشوفه انا ايش المهم عندي. انه طول ما انا عبحوث اهم شي عندي وانا عبحوث تكون كاسة الشاي ملانه، يعني انا طول ما عبحوث كاسة الشاي ما لازم تفضل طاول طاول. اي والله. هلا حاليا هي خلصت الغرفه يعني وعدت على سلامة، التليفون ضل بخير. مهم هلا رح خليها تبس وبعدين مد السداجة. هيك غيرت اليوم الموديل شوي فهدول الثلاثة. اي والله. هلا المهم ايش بقي عندي يا حذركم؟ بقي عندي هنحط مساحة، بدي امسح ايدين القلاطق وراح رح خلص تمسيح القلاطق وبعدين بلش بالصالون والمطبخ هيك يعني. ها شوفوا اهم شيء، اهم شيء انه ضلت لسه كاسة شايتي يعني ما خلصت الحمد لله. اي والله. هلا حاليا هيك رح نكمل يعني، خلصت انا الغرفة رح استناها تبس كمل مسح القلاطق بلش بالصالون بقى. صالون قولوا لما سداجته يعني بي بس هيك عمله فركة مثل الغرفة وأسلته بعدين بلش بالمطبخ. هيك حاليا هلا كمان فركت الصالون عملته فركة خفيفة هلا رح أسلته. هذا ابني ما بيحسن الا يشارك بالشطف. هلا إلي دور المطبخ يا ويلي على المطبخ والله. هلا انا رح اسرع الفيديو يعني عشان هيك يبين اني سريعه بالجري. اي والله. المهم اسالكم يعني الله يكمل عندكم يا رب. هي كبير وبضل بيكون بلحد ما بيتاخر لاجا لهيك ما حسنت اجري المساء وكان برد كثير كثير كثير. ايه صارت 10:30 11 والله وامي ما لها تنتين هيك كاسات. والله اكذب عليكم يعني يلا الصبح انه طول ما بدي احوس حوسه نظيفه يلا خليني المطبخ احوسه معه كمان حوسه نظيفه. خلصت الجلي الحمد لله. اي والله كثير كثير بارد ايدي طبوا من المي البارده. هلا حاليا رح اروح امد الغرفه رح فرجيكم هي حتى ما اطول عليكم. اي والله. وهيك هلا الغرفه خلصتها مديتها. بي عندي صالون ما يبس والله هي الصالون لاني مو ما بخلو هوا لسه رطوبه. وبكون الفيديو اليوم خلص واذا بتحبوا تتابعوني وتعرفوا شو عملت اكل اليومي وشو ابني طلب حتى اعمله للمدرسة للاحتفال وبكرة يوم الثلاثاء كيف رح يكون. تابعوني بالفيديو القادم ولا تنسوا اللايك والاشتراك تفعيل الجرس وفي امان الله ومع السلامة.